السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب الجديد، حالات اختناق لمتظاهرين في البصرة بتجدد الصدامات مع الأمن العراقي. في العرب اللندنية، حملة إيرانية لإحباط خطط الاستثمار السعودي في العراق. في صحيفة المدى، مجلس النواب يعتزم تخفيض سقف تمويل العجز إلى النصف تقريبا. في الزمان، توقف صادرات العراق عبر أنبوب كردستان إلى تركيا إثر عمل تخريبي. في الشرق الأوسط، السلطات الفرنسية توقف مشتبها به في إطلاق نار على قس في ليون. في صحيفة القدس العربي ماكرو، يلجأ إلى تراث شيراك لإخماد مشاعر الغضب ضد فرنسا في العالم الإسلامي. ومن العناوين أخيرا، في الخليج، الإماراتية واشنطن تتحصن قبل أيام من الانتخابات خشية وقوع أعمال عنف. منذ أيام وتحديداً بعد يوم 25 من تشرين الأول الماضي، تجري حوارات ونقاشات عدمية في قنوات الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي حول انتهاء ثورة تشرين وفشلها في تحقيق أهدافها. فارس كمال نظمي يرى في صحيفة المدى أن لهذه الرؤية المتعجلة أسباب متعددة، تبدأ من قصديات الثورة المضادة لتسقيط حراك تشرين وشيطنته، وتنتهي في وجهات النظر المبسطة القائمة على الملامسة السطحية الجزعة للحدث دون تمحيص في مدياته العميقة غير المنظورة. إذا كانت منظومة السلطة بضمنها الحكومة الحالية وجماعات ما دون الدولة قد نجحت في ثورتها المضادة الشاملة والشرسة لتفكيك تشرين إلى تشرينات مشتتة تفتقر لوحدة الرؤية وفضيلة التنظيم، فإن ذلك لا يعني استعادة الشرعية السياسية للسلطة التي ما تزال في طور التآكل والانقراض، وما تزال محركات تشرين ماثلة دون أي تغيير فيما وراء المشهد السياسي المتصدع بحثاً عن شرعية بديلة قادمة. وهنا يجب التمييز بين أهداف الحراك التشريني النهائي، وهي ما تزال بعيدة عن التحقق بحكم التركة الثقيلة لسلطة زبائنية متعددة الأقطاب، وبين تأثيراته المتحققة فعلياً في نسيج الثقافة السياسية والوعي الاجتماعي لجمهور عراقي كبير، سواء كان مسانداً لتشرين أو معارضاً لها أو متفرجاً عليها. فالحراك الاحتجاجي الثوري التشريني حمل معه مضامين نوعية جديدة صارت جزءاً من المجال العراقي العام. إن شعار استعادة الوطن أصبح حاجة جمعية أساسية تتعلق بدافع استعادة العدل واسترجاع الكبرياء الإنساني لجماعة بشرية عريقة اسمها العراق، وليس بحثاً عن إشباع هوياتي مؤقت فحسب. وهذه النزعة السليمة الحادة لاستعادة الوطن ستولد ارتدادات لها بمرور الوقت حتى في المحافظات التي ظلت صامتة أو منعزلة عن الحراك الاحتجاجي. الكاتب يرى أن ما حدث في تشرين هو نهاية غير رسمية لحقبة وعي سياسي زائف وثقافة سياسية خضوعية، مثل ما هو بداية التفكير الجمعي الجدي لدى فئات واسعة من العراقيين بأنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بالطريقة السابقة أبداً، وأن التغيير لم يعد وهماً أو مطلباً مستحيلاً، بل هاجساً نفسياً عميقاً يقترب من كونه حقيقة مؤجلة، ليس إلا قد يقصر أو يطول الزمن المطلوب لإنجازه. قال
قالت صحيفة إنديبندنت عربية إن ساحات الاحتجاج في العراق مثلت بعداً رمزياً كبيراً بالنسبة إلى العراقيين، إذ سجلت غالبيتها ذاكرة طويلة من الأحداث في تلك المدن، مما جعل لكل منها تراثاً وامتداداً لهوية المدن الثقافية والسياسية، وتحظى ساحة التحرير بالرمزية الأكبر بين مثيلاتها نظراً إلى موقعها الجغرافي في قلب العاصمة، فضلاً عن نصب الحرية وهو ما يمنحها بعداً ثقافياً لتشكل هوية إضافية. لا يتوقف الأمر عند التحرير، فكثير من الأماكن في المحافظات الأخرى لعب دوراً بارزاً في انتفاضة تشرين، ولكل منها خصوصية ترتبط بدلالات سياسية واحتجاجية وثقافية، على رأسها الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، فضلاً عن الإحالات التاريخية على رمزية ساحات الاحتجاج وما شهدتها من أحداث واحتجاجات في السنوات الماضية. فإن الحدث الفارق الذي أضاف إليها كان عمليات القمع الوحشية التي تعرض لها الشبان في محاولة لمنعهم من الوصول إليها تحديداً في مطلع تشرين الأول 2019 وانطلاق الموجة الأولى من الانتفاضة. ويرى المحتجون بشكل عام أن كل قطرة دم سالت في ساحات الاحتجاج خلال الانتفاضة العراقية كانت تزيد من رمزية أماكن التظاهر وتكسبها بعداً روحياً يزيد من تمسك الشباب بها. ومثلت ساحة الحبوب في مدينة الناصرية إحدى أبرز ساحات الاحتجاج في انتفاضة تشرين، حيث كانت بالنسبة إلى المحتجين مركز التصعيد نظراً إلى عدد الضحايا الكبير والمجازر التي ارتكبت بحق المحتجين فيها. وكانت شعارات وأهازيج محتجي الناصرية واضحة التأثير والدلالة، حيث تطرقت إلى شخصيات سياسية وزعماء تيارات دينية، الأمر الذي كان له أثر واضح في كسر خطوط حمر عدة. تختتم الصحيفة بالقول إن أهم جوانب الانتفاضة العراقية هو تركيزها الواضح على إعادة إحياء الهوية الوطنية بشعار نريد وطن، الذي مثل عنواناً رئيساً لحراكها، أسهم بشكل كبير في استقطاب قلوب العراقيين إلى تلك الانتفاضة في مقابل انغماس السلطة في مشاريع خارجية وطائفية. قال موقع المونيتور الأمريكي إن معظم الشركات الأجنبية تريد الانسحاب من العراق بسبب ابتزاز الميليشيات والعشائر التي تطالبهم دوما بدفع الأموال، مما تسبب في توقف نحو 6000 مشروع بين عامي 2008 و2019. وأضاف الموقع في تقرير له إنه في أحدث التطورات المتعلقة بهذا الأمر هددت شركة بتروناس الماليزية بمغادرة حقل الغراف النفطي في ذي قار في أعقاب توترات مع عشائر تسكن بالقرب من الحقل. بتروناس ليست الشركة الوحيدة التي تواجه مطالب من الأحزاب والميليشيات والقبائل في العراق، ففي 15 من هذا الشهر داهمت قوة مجهولة مجمعاً استثمارياً سكنياً في محافظة صلاح الدين، واحتجزت العمال لأكثر من 3 ساعات وهددت بقتلهم إذا استأنفوا العمل. وينقل الموقع عن عضو مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية العراقية محمد رحيم الربيعي قوله إن المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في البلاد يواجهون المزيد من محاولات الابتزاز، ويتابع أن الحكومة العراقية دفعت للقبائل مبالغ طائلة كتعويضات رغم أن الأراضي التي يدعون ملكيتها تعتبر من ممتلكات الدولة، مشيراً إلى المرحلة التالية من الابتزاز تتمثل في إجبار الشركات على توظيف أبناء العشائر على الرغم من عدم امتلاكهم أي خبرات. وفي السنوات القليلة الماضية اتخذ الابتزاز العشائري شكلاً دينياً، حيث أن بعض الشركات أجبرت على دفع الكثير من الأموال لبناء أضرحة دينية. ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن العراق بات يحتل اليوم المرتبة 171 من بين 190 دولة في تقييم سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2019. ويشير موقع المونيتور إلى أنه على الرغم من توفر مئات الفرص الاستثمارية الواعدة، إلا أن معظم المستثمرين العراقيين يفضلون الذهاب إلى دول مجاورة مثل تركيا والأردن وإيران ومصر والإمارات، وذلك بسبب البيروقراطية والفساد وعمليات الابتزاز من قبل الميليشيات والعشائر.
بعد تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومته الرابعة قبل أيام، شاع تفاؤل مشوب بالحذر بشأن سرعة التأليف بعد التكليف، ذلك لأن الأمور واضحة، ففرقاء الطبقة السياسية ملتزمون ظاهراً ببنود المبادرة الفرنسية، والجميع مقتنع بضرورات الإصلاح، والجميع أيضاً يريد من حكومة الاختصاصيين المستقلة أن تتوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة في وقف الانهيار وإعادة إعمار المرفأ وبيروت. هذا ما تناوله رضوان السيد في مقاله في صحيفة الاتحاد الإماراتية. الحسابات بدأت تتغير عندما باشر الحريري مفاوضات التشكيل. كان الرجل قد تعهد للثنائي الشيعي بأن تبقى وزارة المالية بيد هذا الثنائي، وكانت تلك غصة في حلق التيار الوطني الحر وزعيمه جبران باسيل. وصار الأمر غير مقبول تماما عندما أصر الرئيس بري على وزارة الصحة أيضا، إذ صار تيار باسيل يريد البقاء في وزارة الطاقة وربما في الوزارات الأخرى التي كانت بيده في حكومتي الحريري الثالثة وحسان دياب المستقيلة. إن الإصرار من جانب الثنائي ومن جانب التيار الوطني على البقاء في وزارات معينة يسقط المداورة التي جرى الاتفاق عليها، كما أنه لا أحد من اللبنانيين أو الدوليين يقبل بقاء وزارة الطاقة في عهدة التيار الوطني الحر وقد تولاها 10 سنوات تسببت بحوالي 50 مليار دولار ديوناً على الخزينة، وهي نصف الدين العام. ثم إن بقاء وزارة الصحة بيد عضو في حزب الله يعني عدم إمكان الحصول من صندوق النقد الدولي على مبلغ 500 مليون دولار الضرورية جداً للبنان في ظل وباء كورونا وانهيار المستشفيات الكبرى بعد انفجار 4 أغسطس وخراب ثلث بيروت. وبحسب الكاتب فإن الحريري قد يقدم على تنازلات غير مقبولة لتسريع تشكيل الحكومة، لكن من جهة أخرى فهو يعلم أن الرقيب عليه ليس طائفته واللبنانيون فقط، بل والدوليون أيضاً وبخاصة الأمريكيون الذين لا يقبلون أي تعاون مع ميليشيا حزب الله الذي تعود الحريري على الضعف أمامها. في الشأن الفلسطيني، نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريراً عن عمليات الهدم الصهيونية لمنازل الفلسطينيين، وقالت الصحيفة إن عدد الفلسطينيين الذين تشردوا وباتوا بلا مأوى بسبب الممارسات الصهيونية في هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية قد بلغ أعلى مستوى له منذ 4 أعوام، على الرغم من الوعود الصهيونية بتجميدها عمليات الهدم. الصحيفة تقول إنه بحسب بيانات جمعتها منظمة بيت سلم الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان، فإن 741 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية المحتلة باتوا بلا مأوى خلال الفترة ما بين يناير كانون الثاني والثلاثين من سبتمبر أيلول من هذا العام بسبب عمليات الهدم. وبحسب منظمة بيت سلم فإن هذا الرقم هو الأعلى منذ العام 2016 الذي كان عاماً قياسياً ترك فيه 1496 فلسطينياً بلا مأوى. وتضيف الصحيفة أن العدد الإجمالي الحقيقي للفلسطينيين الذين باتوا بلا مأوى خلال العام 2020 يعتقد بأنه أعلى مما نشر مع استمرار عمليات الهدم التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي خلال شهر أكتوبر تشرين أول الماضي، وذلك وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتنقل الصحيفة عن أميد جيلودز من منظمة بيت سلم قوله إنه بالنسبة للسلطات الإسرائيلية لا يشكل وجود وباء عالمي سبباً لوقف عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ففي الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتان تم ضمهما بحكم الواقع وبحكم القانون تركت إسرائيل المئات من الأشخاص بلا مأوى خلال هذه الطوارئ الصحية والمالية العالمية غير المسبوقة. تشير الصحيفة إلى أنه عادة ما تقول السلطات الصهيونية إن عمليات الهدم تتم لعدم وجود تراخيص بناء صادرة من الهيئات الصهيونية والبلديات الخاصة بذلك، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تقول إنه يكاد من قبيل المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تلك التصاريح. كثيرة هي القضايا التي تستحق التوقف في سياق الحديث عن هذه المعركة الأخيرة بيننا وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن ينطقون باسم حكومته.
ياسر الزعاتر يقول في موقع عربي 21 إن البداية تأتي من تفكيك المقولات التي يستند إليها ماكرو والتي تتخذ من الحرية شعارا لها، خلافا للحقيقة التي يعرفها كل العقلاء، ويكفي أن نسأل عن موقفه من الأديان الأخرى وبخاصة اليهودية، فضلا عن تجريم التشكيك بأرقام الهولوكوست حتى نفتضح الحقيقة. نفتح قوسا هنا كي نشير إلى واقعة مهمة، ففي تشرين أول أكتوبر 2018 أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الإساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا تندرج ضمن حرية التعبير. مع ذلك فلو كان الأمر متعلقا برسوم نشرتها مجلة ساخرة لما كانت هذه المعركة، بدليل أنها لم تندلع حين نشرت الصحيفة مرتين من قبل، ما يعني أن الأمر يتعلق بموقف الدولة الفرنسية ذاتها، وعنوانها ماكرون من الإسلام ومن النبي عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين أكثر من قضية رسوم كاريكاتيرية. لنتذكر أن حديث ماكرون عن الإسلام بوصفه ديناً يعيش أزمة في كل أنحاء العالم كان سابقاً على حادثة قطع رأس المدرس الفرنسي وهجوم نيس، وهو ما استفز العالم الإسلامي برمته. ثم جاء حديثه عن الإرهاب الإسلامي ليعزز الاتهام لدين بأكمله، إنما فعله كلا الشابين مدان، وموقف مجموع المسلمين شيء آخر. ثم كيف يمكن مقارنة ردة فعل شاب أو أكثر بردود فعل الدولة الفرنسية ذاتها التي صمتت على قتل الشرطة لشاب مسلم من أصل مالي بطريقة بشعة، وعلى تلك العنصرية المستفحلة في أوساطها ضد أبناء الأقلية المسلمة في الضواحي والأحزمة الفقيرة. الكاتب ياسر الزعاتر يضيف أنه لو كانت القضية تتعلق بحرية التعبير لما استحقت كل هذه الغضبة، لكنها ليست كذلك، بل هي استهداف للإسلام والمسلمين، بدليل أن أحدا لا يربط العنف بالديانات إلا في الحالة الإسلامية. ثم هل يعقل أن يكون الحديث عن اليهودية مجرما بوصفه لا سامية فيما استهداف الإسلام ورموزه حرية التعبير؟ تخلص متحف الشمع في مدينة برلين الألمانية المعروف باسم متحف مدام توسو من تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قبل الرئاسة نجما لبرامج تلفزيون الواقع، في خطوة بدأ أنها تتوقع أو تتحسب لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري الثلاثاء المقبل. وفيما بدأ أيضا أنه إهانة أخرى مقصودة، جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم ولامع لسلفه باراك أوباما الذي كان يعد أو يعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أقرب حلفائه. وقالت مديرة التسويق في المتحف ما حدث له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية: نحن هنا في مدام توسو ببرلين أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري. ويعرض المتحف عادة الرؤساء الأمريكيين السابقين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وبالتالي فمن المرجح أن يعيد تمثال ترامب بعد فترة لن تكون طويلة. والآن إلى أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير لهذا اليوم.
بهذه الرسومات نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. إلى لقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.